الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كان طبعا حضرتك اكيد ناقل الحدث اول باول على الشاشه وتغطيه مباراه النادي الاهلي وسبورتنج في الدور ربع النهائي في الدور نصف النهائي لبطوله كاس مصر سيدات. كان الشوط الاولاني انتهى بفوز النادي الاهلي 25-17، وحاليا الشوط الثاني متوقف والنادي الاهلي متقدم 15-6. كان الكلام ما اجتهدناش او ما طلعناش كلام من عندنا، الكلام على لسان كابتن علي جوهر الحكم الاول وكابتن جمال عبد الناصر الحكم الثاني وكابتن منى عطيه مراقب المباراه. كان وش حضرتك حلو جدا يا كابتن هيثم، النور رجع الحمد لله دلوقتي حالا وانا بكلم حضرتك، لكن كان الكلام كله على ان لو النور استمر انقطاعه فيما يزيد عن الاربع ساعات كان هتطبق لائحه الاربع ساعات وهي انهاء المباراه وتقفيل السكور واعاده المباراه في يوم اخر على صاله اخرى او على نفس الصاله حسب ما يتراءى لاتحاد اللعبه، ولكن في يوم ثاني. لو كان النور جه خلال الاربع ساعات كان هنكمل عادي بنفس السكور، لكن لو كان هيتم نقله لصاله اخرى في نفس اليوم وخلال الاربع ساعات كان هيتم تقفيل السكور وهيبقى نتيجه الشوط الاول معتمله زي ما هي وهنبدا الشوط الثاني من جديد والنتيجه 0-0 بنفس دوران الملعب وبنفس احداث المباراه. لكن الحمد لله وحضرتك معايا دلوقتي وش حضرتك حلو طبعا علينا جدا، النور جه والحمد لله ان شاء الله خلال دقائق المباراه هتستكمل. كابتن عايز محمد توفيق من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا وانت